يا بنتي ترجلي طول عمرك راكب راسك. مين أنا؟ راكب راسي؟ طبعا أحسن والله، لأنه هاي الأيام إذا ما بتاخد حقك بإيدك بروح حقك وبتضيع. ليش يضيع حقك؟ بتجاكر مين؟ مش إنه قصة مجاكرة، أنا اللي بيجاكرني بجاكر، واللي بحطني بعينه بحطه فوق راسي. بتحطي أصابعك بعينين؟ طبعا والله عن جد. أنا بنت يعني وقتية وقتية، وفي أوقات بعدي لك ياها بس بمزاجي. والله أنا ممكن أأذيك بالمجاكرة اللي بتقول عنها، ممكن أأذيك بشغلي، بنجاحي، أنا ممكن أأذيك بطيبتي معك. أنا ياما ناس أذتني وأجي أقابلهم وأحضنهم أضايقهم بزيادة. هيك ها؟ حرة حرة. لكنك امرأة من نار. امرأة من نار؟ من نار اللي بيقرب علي وبيأذيني أنا نار أكيد. أكيد نار.